أنا واحد من الأسماء الكبيرة الحقيقة فيما يخص قطاعات الناشئين في مصر خلال الفترات السابقة، كابتن إمام محمدين المستشار الفني لمجلس إدارة نادي إمبي. وكابتن إمام زي ما حضراتكم عارفين له اسم كبير في قطاعات الناشئين في مصر، سواء مع النادي إمبي طبعا الأساس، ثم مع الاتحاد السكندري سنتين أو ثلاثة وراء بعض، ثم العودة كمستشارا فنيا لمجلس إدارة نادي إمبي. يا كابتن إمام زي حضرتك يا فندم. كابتن اسلام ازي صحتك؟ الله يخليك. وحضرتك طيب؟ كابتن فتحي، استاذ عصام، كابتن فتحي نصير، استاذ عصام شلتوت، كابتن محمد حشيش، كابتن ايهاب جلال، سلموا على حضرتك. كبير. كابتن فتحي نصير تحيه خاصه طبعا استاذنا وكابتننا طبعا تعلمنا منه كلنا، كابتن عصام حبيبي، كابتن حشيش اهلا بيك كابتن، كل اللي زيك. كابتن ايهاب جلال برضو بيسلم على حضرتك. ايهاب حبيبي كابتن. طيب كابتن إمام، كنا بنتكلم عن لماذا تفشل منتخبات الناشئين والشباب في مصر خلال الفترة السابقة. كابتن فتحي كان بيتكلم عن استراتيجية جديدة بيتم وضعها، صح يا كابتن فتحي؟ أنا بقول صح. كان بيتكلم كابتن فتحي عن استراتيجية جديدة بيتم وضعها لشكل اختيارات اللاعبين من خلال وجود كشافين على مستوى منتخب مصر. الكشافين دول اللي هم المديرين الفنيين لكل المراحل نفسها. للفرق نفسها. هم اللي بيختاروا، كل مدرب بيختار من الفريق الآخر، يعني الأهلي وزد مثلا، مدرب الأهلي بيختار اتنين لعيبة من زد، ومدرب زد بيختار اتنين لعيبة من الأهلي، وفي الآخر بتعرض على المدير الفني كل هذه الأسماء، المدير الفني للمنتخب كل هذه الأسماء، صح يا كابتن فتحي؟ علشان يقدر يختار منها. رأي حضرتك، وحضرتك واحد من الأسماء اللي لها دور كبير جدا في صعود عدد كبير من اللاعبين للناشئين خصوصا في نادي إمبي. طيب انا هتكلم بسرعه شديده جدا. احنا طبعا للاسف على مدى ال 24 سنه اللي فاتوا السن الزوجي عندنا دايما يا كابتن اسلام بنبدا فيه متاخر جدا، ناهيك عن ان المقارنه بيننا وبين اشقائنا الافارقه في المتوسط السن ده بتبقى ضعيفه جدا. احنا مسابقاتنا ضعيفه، بنبدا في البراعم تحت 13 و12 سنه في التوقيت اللي المفروض انه اللعيب يلعب من 40 ل 50 مباراه دوليه عشان يقدر يجابه الفرقه دي. هتلاقي نتائجنا في الغالب، يعني هتلاقينا مثلا في ال 20 سنه اللي فاتوا دول ما وصلناش غير بفرقه محمد عمر جيل 94 بتاع كهربا وكابتن ربيع ياسين اعتقد، وده رابع. لا كابتن ربيع مسك 93 سن اولمبي، وانا اشتغلت معاه في انتقاء اللعيبه. وليك انك انت تعرف ان احنا عندنا مشكله في الانتقاء اللعيبه، احيانا بتركز على 18 نادي اللي في الدوري الممتاز، وكان المحله مش موجود ومكان المنصوره مش موجود، فجبنا ساعتها ياسر ابراهيم من المنصوره، وجبنا لعيبه ثانيه من الوادي الجديد، وابو جبل من بترول اسيوط او من اسمنت اسيوط. فاذا انت محتاج زي ما الكابتن فتحي اشار من شويه استنمار على الفرق اللي بتلعب جمهوريه زي ما هم عاملين، مديرين فنيين بتتابع من خلال الاتحاد، ليهم كل الاحترام واسماء كبيره وكباتن العظام، عايزه عين خبيره في استدار بتاع ده. وفي جزء ثاني جدا للاسف بقى في وساطه وفي مجاملات صارخه في منتخبات الناشئين في ضم بعض اللاعبين. ليهم نفوذ، انديتهم ليها نفوذ، ليهم مصالح في الاتحاد الخ الخ، وجيل 2006 اكبر دليل على هذا. السؤال احنا ليه بنعمل مسابقات في الجمهوريه مواليد 2009 وده سن اولمبي، رغم ان مسابقاتنا هتقام في 2029؟ فانا حتى منطقه التطور والتطوير في اللعيبه الصغيره، يعني احنا السنه دي بنلعب مواليد 2009 بيلعبوا 14 سنه جمهوريه. تمام. سن لسه بيتعلم. عايز توصل لسن التمعظم والنضج توصل لسن ال 16 سنه. أوكي. فبالتالي احنا ناجحين في المسابقات اللي بتتخطى سن ال 20، وبنفشل في السن بتاع 16 لان مسابقاته بتقام في 16 وبتبدا في الشهور الاولى من 17 سنه والشهور الاخيره من نفس السنه كاس عالم. فهي المنطقه دي محتاجه جهد شويه في انك انت تخرج بره المألوف، اقامه مباريات دوريه في سن صغيره بدري، سن 12 اللي احنا بنلعب بيه في مصر ده 8 وجول و7 وجول، يجب انك انت تحرك اللعيب فيه ل 11 ب 11 عشان ياخد مسافه. وزي ما اشار الكبير العظيم بتاعنا الكابتن فتحي، كم المباريات غير كافي،
انتدب له مسابقات اتحاد، انتدب له مسابقات كاس مصر، فعل ادوار المنطقه والتفاعل في دوري المناطق. 90% من نجاحاته اتحققت يا كابتن اسلام، واسف ان انا بطول عليك. لا يا فندم اتفضل. في جيل الدهشوري حرب وابراهيم خليل صحيح واسماعيل اليمني كان دوري قطاعات. كان بيشتغل على السبع او الست مناطق الكبار في مصر. القاهره الكبرى اللي هي بتشمل القاهره والجيزه والشرقيه والقليوبيه، وبعدين تروح لمنطقه قناه معليه وبورسعيد ودمياط، وبعدين تروح لبحري، وبعدين تروح لدلتا، وبعدين تروح للاثنين بتوع الصعيد الشمال اللي بيبتدي من الفيوم لغايه اسيوط، وبعدين بتبقى من عند سوهاج للجنوب. الفرد ده في بلد عدت 110 او 115 مليون ما ينفعش تشوفه في 18 نادي. طبعا انك هتغفل على الاقل. وربيع ياسين دي تجربه في جيل 93، جمعنا 40 لعيب ووصلنا بيهم في كاس عالم في مصر في 2009. ايوه 16 بس من دول مثلوا مصر. اوكي. وانتدبنا سبع لعيبه. فهي الموضوع محتاج تفكير افضل من اللي بيتقدم. والمسابقات بلاش نربط الناشئين عندنا بلعب بطولات جمهوريه في سن مبكره الا السن الزوجي، وبكرر السن الوحيد اللي محتاج جهد السن الزوجي، لان تصفياته بتتم من عند مايو وهم 16 سنه وبيقام في سن 17. اما مسابقه 20 سنه اللي هي بتمثلنا في افريقيا زي جيل 93 بيلعب 20 سنه افريقيا كاس عالم، ومن ثم بيلعب دوره اولمبيه. جيل 2009 اللي جاي او جيل 2005 اللي احنا بنتكلم في تشكيله النهارده ده هيلعب دوره اولمبيه. مظبوط. 28 مظبوط. فده يعني ابتديت بطولات الجمهوريه بتاعته مناسبه في سن 16. طب انا 2007 ببداها ليه في سن 14 سنه؟ انا اذا كنت حط في عده محاور ممكن تفتح كلام مع لا كلها كلام عظيم. اتمنى يعني كده ان احنا نتدارك الاخطاء دي ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن امام، ويعني كويس ان احنا سمعنا صوتك ونعرف برضو رايك كخبير كبير في هذا الامر. شكرا جزيلا لكابتن امام.